السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان. الحقيقة والله يا جماعة الخير حرام أن احنا اليوم قدحنا الخامس من شهر رمضان، وحرام والله على كل الشباب المجاهرين بالمعاصي ومجاهرين بالإفطار. اليوم درسنا هذا الإفطار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أفطر عامدا في رمضان لا يجزه صيام الدهر وإنصامه. شوف هذا الحديث. فيا أخي حرام عليكم شباب، الآن شباب حارة بارد، بطاطا تونة، المهمة يعني يا ليت عاد تقول لك دق تفطر على حاجة تستاهل. لكن في يوم تحصل أنت الآن تشتري هذه الحاجات من الصباح من المحطة ولا من أي محلة وشريتها وكلتها وقيلت الآن يعني بعدها تأكل وتشرب، يا أخي هذا حرام. شهر والله اللي بالغ هذا حرام عليه، حرام أنه يضيع هذه الفرصة. وأنت تضمن نفسك أن عاد يرجع لك شهر رمضان؟ والله ما أضمن نفسي حتى ساعة واحدة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن علامات الساعة موت الفجأة. الآن أكثرهم منومين في المستشفيات وفي العناية المركزة، يتمنى أنه يخرج عشان يصوم مع الناس، لأنه عادة ما يخذها متعود عليها، رجال مخلصين طيبين، يتمنى أنه يخرجوا ربي ويصوم ويموت بعد صيام هذا. فكيف أنت الآن شباب في كامل قواك العقلية وفي كامل جسمك كل حاجة، وأنت تروح لي على شوية بطاط حارة بارد بدل ما يقول له، وحاجة تونة وحاجة كلها ما تستاهل ولا حتى. فيا أخي والله من العيب كل العيب، من العيب كل العيب أنك أنت الآن تذهب وراء هذه الحاجات التافهة والحقيرة التي لا تنفعك ولا تفيدك. فينبغي علينا أن نحن نحرص يا أخي الآن عين لهذه الأجواء، بالله شوف هذه الأجواء، عين المزرعة، هذا عين جماعة لهذا الزرع، عين لهذه الشمس، وعين المزرعة كيف نعبهم هواء. نعمة أجواء كل شيء باردة، مكيف باردة والجو بارد والدنيا، والله عينه بالله عين أرجوكم انظروا لمزرعة كيف يلعبوها، تقول غنم الشيطان يصالقها، عينه له والله كأنه غنم الشيطان ويصالقها، مزرعة يلعبها كبنات لها ورقاصها. وإحنا الشباب رقاصة على ما هو رقاصة، على مبجي وعلى ألعاب وعلى تونة وعلى شطة وعلى أكاذيب. الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يهديهم ويصلحهم وأن يردهم إليه ردا جميلا، لأنه البالغ ما له عذر مرة. اللي جنب عمره 15 الآن يا أخي صغار، والله أبني برهمي هذاك الصغير النشبة إنه أحسن منه صايم. ترى وإحنا البارح أنا مثل فيلم عن ما هو عن الكذب في الصيام، للناس اللي يراوغون ويكذبون ويقولون الصيام ويقولون تفلون ويجي المغرب ومثل الناس يهبلوا تمرة ويهبلوا يحيل على أهله، وهذا هو الغلط. ليش يا أخي تكذب؟ أنت تكذب على مين؟ الله يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في جنح الليل المظلم. أنت تندس من مين وتستحي من الناس؟ اللي ما يستحي من الله لا حياء له بالمرة في الدنيا ولا قيمة، بيكم بالعربي، وهذا شيء من علم. اللي ما يستحي من ربي ويخاف الله، ما أخاف أنا من الناس ولا أستحي من الناس، خلاص. أهم شيء ربك سبحانه وتعالى، إن رضا الله ورضا الوالدين هذه أهم شيء، وطاعة الله وطاعة الله والوالدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه، ولا لا حياة لك، حياتك حياة ليش؟ حياة بهائمية يا أخي. شهر ما تقدر تصبره الآن، قد إحنا 5 أيام يا أخي، عين باقي ما هو من الشمس. ها الآن الساعة 5:56، باقي معك 40 دقيقة، 40 دقيقة يا أخي ما تقدر تصبرها. وانت تقابل لي حتى مع العصر وزفت من الثلاجة واللي هبت لك اي حاجة وشربتها، اصبر يا اخي وما صبرك الا بالله، وتذكر ان هناك حساب وعقاب. اذا كان الغلام والحجاج يقول له تعالى يا غلام انت الان الدنيا حر، وهو حر حر يا جماعة حر، ما هو كل يوم مكيفة الدنيا وبرد برا وبرد داخل وبرد سيارة، فيقول له الحجاج تعالى يا غلام ايجا انت هتموت حر وانت قاعد رعيلي في هذه الصحراء وفي هذه تعال تغدى معانا، شوينا تيس وصلحنا وخلينا ابو شيء لحم يتقاطر من مدسمه من تعال اجا ما عليك من ربك وما عليك من قال لا يا حجاج، ان هذا اليوم الذي اصومه ينجيني من ربي سبحانه وتعالى، فانت لا تنجيني يوم القيامه. نعم ما ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالحجاج يعني يجادل الغلام، غلام صغير يقول له تعال يا رجال يتحيل به يا شيخ يفطر،
واحنا الان الحمد لله مكيفه شغاله. وقلت لك الحين لم زرعها، تقول كانه انا مش شيطان العب ام هوا يتصالق تصيلك الحين ما شاء الله تبارك الله. فيا جماعه خافوا الله، اللي ما يخاف الله في رمضان واللي ما يغنم في رمضان واللي ما يستغل رمضان فمتى عاد يستغله؟ ما عاد الا قبولوا وسامحوني.